خلال هذا الفيديو رح نحكي عن الأردوينو بوردز بمختلف أنواعهم. رح نبلش طبعا بشكل أساسي رح نحكي عن الأردوينو أونو اللي هو البورد اللي إحنا رح نعتمده لهذا الكورس، ورح نحكي شوي عن الأردوينو نانو وأردوينو ليلي باد. هلا أول إشي خلينا نحكي عن الأنواع الثانية للأردوينو. في عنا إشي اسمه أردوينو ليلي باد، في عنا إشي أردوينو أونو. طبعا في أنواع غير هدول اللي هم زي أردوينو ميجا مثلا أو أردوينو ليوناردو. هلا بشكل اساسي بورد الاردوينو هو عباره عن بلاتفورم بيحتوي على مجموعه من الكومبوننتس. اول شغله فيهم احنا لازم نعرف ايش هي، اللي هي عباره عن المايكرو كنترولر الموجود على هذا البورد، واللي هو عباره عن بالعاده بيكون عباره عن اي سي بهذا الشكل. هلا مش شرط هذا الحكي، ممكن تكون اي سي على شكل مربع، هو هذا الكنترولر الاساسي اللي بنزل عليه البروجرام وبصير يعمل بصير ينفذ الاوردرز تاعينا حسب احنا كيف برمجنا البروجرام. هلا غير الشغلات الثانيه الموجوده على هذا البريد بورد، على هذا الاردوينو بورد، زي مثلا هون في عندنا مجموعه من الكاباسترز وظيفتهم يعملوا اللي هو السموثينج للكرنت، في عندنا الفولتج ريجوليتر موجود برضو على هذا البورد. بس الشغلات الاساسيه اللي احنا راح نتعامل معها از يوزر او كبروجرامر لهذا الديفايس خلال هذا الكورس راح تكون اللي هي مجموعه من البورتس. اول شيء مثلا في عندنا اليو اس بي بورت، هذا بنوصله بسلك اليو اس بي وبالكمبيوتر مشان نصير نعمل داونلود او كوميونيكيشن بينه وبين الكمبيوتر، او حتى بياخذ باور بنشغل، بنقدر نشغل نعطي باور للاردوينو فتشغل كل الديفايسز المشبوكين عليها، فبكون عباره عن باور سورس اللي هو اليو اس بي. فهذا اول بورت احنا راح يكون التعامل معه بشكل اساسي مشان نبرمج الاردوينو. هلا البورت الثاني في عندنا هون باور جاك، ممكن نوصله على بطارية أو نوصله على مصدر للكهرباء على أساس نقدر نشغل الأردوينو ونكون نعطيها باور طبعا، بالإضافة اللي هو بيكون مصدر الباور لكل الديفايسز المشبوكة على الأردوينو. هلأ في عنا الريست بوتون، وظيفة الريست هو زي إعادة تشغيل، كأنه بنعمل ريستارت للجهاز، فهي إعادة تشغيل للبورد في حالات معينة إحنا بنحتاج نعمل ريست لهذا البورد. طيب الأشياء الثانية اللي إحنا موجودين، مثلا في عنا مجموعة من الليد لايتس موجودين على الأردوينو، في الأون ليد لايت اللي هو إذا كان شغال معناته الباور واصل الأردوينو وبالتالي شغالة، فهذا بيساعدنا نعرف إذا الأردوينو شغالة ولا لا لما نيجي نعمل ترابل شوتينج للمشاكل اللي بتصير معنا خلال بيلدينج ذا ديفايس. بعدين في عنا كمان الليد لايت مكتوب جنبه حرف L. هلا هذا الليد لايت عادة بيكون مشبوك على pin number 13، فإذا pin number 13 كان شغال فيه باور هون، كان إذا حطينا المالتيميتر وقسنا إنه هون في عندي 5 فولت أو في باور يعني، بيكون هذا الليد لايت شغال. وفي عندي كمان الـ TX والـ RX. TX والـ RX هدول للسيريال كوميونيكيشن بين الأردوينو وبين الكمبيوتر، أو حتى ممكن يصير الكوميونيكيشن بين الأردوينو بين أي ديفايس مشبوكة على الأردوينو، ممكن يصير معها سيريال كوميونيكيشن. طيب هلا نيجي نحكي عن البورتس تاعون الاردوينو اللي احنا بنستخدمهم للسنسورز وغيرهم. في عنا بالاردوينو ديجيتال انبوت اوتبوت بورتس، ديجيتال انبوت اوتبوت بورتس ما بين 0 ل 13، واحنا راح نحكي شو يعني ديجيتال سيجنال. بس بالبدايه هم هدول من 0 لحديت 13 بنسميهم ديجيتال انبوت واوتبوت سيجنال. هلا غير الديجيتال انبوت اوتبوت سيجنال في عندي انالوج input signal، analog input signal اللي هم من A0 لحديت A5، فعندي أنا في 6 من هدول البينز عبارة عن analog input signal. يعني في معناته بملخص في عندي 13 14 واحد هم للديجيتال input output، وللانالوج في عندي 6 بينز. هلأ بالإضافة في شغلة بنحكي لها GND، وهي اختصار للground اللي هو كأنه negative side للبطارية. لو في عندي بطارية وأنا شبكت البطارية هاي على negative side، بحتاج هو شبكتها على ليد لايت مثلا، بحتاج لها نيجاتيف سايد بحتاج وفي لها بوزيتيف سايد، فانا بالنسبه للاردوينو مشان اذا بدي اعمل باورنج لشغله لها هذا كانه النيجاتيف سايد لبطاريه. هلا بنشوف هذا الحكي بمثال صغير على ليد لايت. هلا وفي عندي كمان الاي ريفرنس، الاي ريفرنس طبعا اللي هو الانالوج ديجيتال كونفرتر ريفرنس، احنا راح نيجي نحكي عنه في دروس لاحقه، بس ولكن هو هذا له فائده بشغله بنحكي لها انالوج ديجيتال سيركت. طيب هلا غير هيك في عندي هون كمان الباور بورت اللي هم ببلشوا من الفي ان، الفي ان طبعا انا بقدر اشبك عليه من غايه يعني 7 فولت لحديت 12 فولت، هذا مشان نعمل باور للاردوينو. يعني اذا انا بدي اشغل الاردوينو
بعد ما انزل الكود عليها ويكون كل شيء جاهز، بس بدي اشغلها مشان تشتغل السمارت ديفايس تاعتي، يكون في لها باور، بامكاني اشبك بطاريه البوزيتيف سايد 9 فولت مثلا، البوزيتيف سايد لها مشبوك على الفي ان، والنيجاتيف سايد لها مشبوك على الجي ان دي، فهذا مشان تو باور ذا اردوينو اون، مشان نشغل الاردوينو. هلا في عندي الجي ان دي وفي عندي الجي ان دي، هذول كليتهم كانهم عباره عن نقطه واحده اللي هو النيجاتيف سايد للاردوينو. ال 5 فولت هو عباره عن output 5 فولت، output 5 فولت من الاردوينو. يعني لو انا بدي اجي اشبك سيركت سمبل سيركت لليد لايت مثلا، طبعا احنا شفنا هاي السيركت بمثال سابق او بفيديو سابق، وكان الليد لايت سيركت كانت الليد لايت سيركت مشبوكه على بطاريه، ولكن هلا بدنا نشبك الليد لايت سيركت على الاردوينو. فانا مثلا لو كان في عندي ليد لايت سيركت، بامكاني اخذ احدى الوايرز تاعون الليد لايت سيركت واشبكهم على ال 5 فولت، اوكي. هلا وفي عندي كمان الواير الثاني انا ممكن اشبكه على الجي ان دي، واير الثاني اشبكه على الجي ان دي. فانا هيك كاني واصل الليد لايت كاني واصله ببطاريه، هذا عباره عن مصدر للفولتج. في عندي 5 فولت اللي هو طرف موصول على البوزيتيف سايد للليد لايت، والنيجاتيف سايد سيريز ان بارالل ان سيريز، ذير از ا ريزيستور ان سيريز مع الليد لايت مشبوكه على النيجاتيف سايد. فانا عندي هيك كومبليت سيركت، وهي السيركت ممكن اذا احنا شبكنا الاردوينو بالكمبيوتر راح تشتغل هاي السيركت ويشتغل الليد لايت. ولكن المشكله انه ال 5 فولت انا دائما 5 فولت، ما لي كنترول عليها، ما بقدر اغيرها ل 0 فولت، ما بقدر اغيرها للفولتج اللي بدي اياها. هلا بامكاني انا اشيل هذا الواير واشبكه على 3.3 فولت، في عنا بورت ثاني بعطينا 3.3 فولت، فبتكون اضاءه ال LED اقل برضه، بس ما لي اكسس على التحكم باني اتحكم بقديش مقدار الفولتج تاعته او اذا بدي اعمله اون او اوف. هلا الريست، الريست بورت، وظيفه الريست بورت هي عباره عن نفس وظيفه الريست بوتون، ولكن مرات انا بكون الاردوينو عاملها كفرينج او باكجينج بطريقه معينه ما لي اكسس عليها، فبالتالي انا بحاجه اني اكون عارف اكون اني انا اصنع كبسه الريست الخاصه فيا اللي تكون بعيده عن البورت تاعت الاردوينو، فالها كونكشن معين عن طريق الريست بورت. احنا ما راح نركز عليه، ما راح نستخدمه، ولكن حلو انه نعرف انه احنا بامكاننا نشبك كبسه ريست بعيده عن الاردوينو عن طريق الريست بورت اللي هون. ننتقل لانواع تانية من الاردوينو نشوف اذا فيها نفس هذه البورت او لا. هلا انواع تانية من الاردوينو، في عندي مثلا اردوينو اونو، نفس المثل الشيء اللي حكينا عنه، في عندي اشياء اللي هي ديجيتال وفي عندي الانالوج. فهي عاده هاي الفروقات الاساسيه بين بوردات الاردوينو المختلفه. ففي عندي مثلا الانالوج، في عندي هون A6 وA7، ففي عندي زياده 2. بالنسبه للديجيتال في عندي برضه لحديت انا هون 13، يعني تقريبا نفس، هو نفس الشيء الموجود باردوينو اونو، بس بشكل اساسي في شويه فروقات، وفي فروقات طبعا بالسرعه ونوع الكنترولر اللي موجود على البورد. هاي بالنسبه لاردوينو اونو، غير الفرق الاساسي اللي هو الحجم. الحجم تاع اردوينو اونو اصغر بكثير من تاع اردوينو نانو، اصغر بكثير من اردوينو نانو، وهذا بيساعدنا حسب ايش الابلكيشن احنا بنستخدمه. في نوع ثاني من الاردوينو اللي هو الليلي باد، اهم فرق طبعا هو فيه انالوج فيه ديجيتال بورت، بس اهم الشيء الاساسي فيه انه احنا بامكاننا هاي نخيطها على الملابس. يعني نوع الوايرز اللي احنا بنستخدمهم مشان نشبكهم هون مش الوايرز العاديين اللي احنا بنستخدمهم للبريد بورد، لا، هم بإمكاننا أنه نخيطهم خياطة في نوع من الخصوصي من الوايرز، بتخيط خياطة بالملابس، وبإمكاننا نشبك مجموعة من السنسرز والأكتويترز اللي خاصة فيه. فهو حسب الابليكيشن وحسب أنا إيش عم بفكر أعمل بإمكاني أختار البورد اللي بدي إياه، وحسب كمان حاجتي لعدد الانبوت والأوتبوت الموجودين في البورد. هلا في شغله احنا حكينا عنها انه راح نحكي عنها بعدين، اللي هي شو الفرق بين الديجيتال بورتس والانالوج بورتس. هلا فعليا هذا بيجي للفرق بين الانواع الكومبوننتس او الاشياء اللي ممكن نشبكها على الاردوينو. هلا بشكل عام الديجيتال سيجنال هي السيجنال اللي بتكون عباره عن اون او اوف، زي مثلا لو نيجي نحكي عن السويتش، السويتش هو عباره عن لما نيجي نحكي نطلع على السويتش، يا اني انا كبست الكبسه يا انا مو كابس الكبسه، فانا في عندي خيارين يا اون يا اوف.
يعني بلغة الأردوينو هون يا عبارة عن 0 فولت أو عبارة عن 5 فولت. فهذا هون إحنا هون بنصنف السيجنال على أساس إنها ديجيتال سيجنال، ولكن في بعض الإلكترونيكس كومبوننت بتعطيني رينج للفولتج، ما بتعطيني إياه 5 فولت، زي البوتنشوميتر رح نحكي عنه بحصة لحاله كالأنالوج سيجنال اللي بتطلع منه. فالبوتنشوميتر مثلا هذا شبيه بالديفايس أو الكومبوننت اللي إحنا بنستخدمه بالمسجلات أو بالراديو السيارة مشان نعلي الصوت ونوطي الصوت. هلا هذا النوع من الكومبوننتس وظيفته انه بعطينا انالوج فولتج. انالوج فولتج يعني مش اون او اوف، ما في خيارين فقط، لا، انا ممكن يكون عندي عباره عن رينج ما بين ال 0 فولت لل 5 فولت، ممكن يعطيني اي رقم بيناتهم، ممكن يكون 3.3 فولت، ممكن يكون 2.5 فولت، بتغير حسب انا كم بلف الفاريبل ريزيستنس، كم بلف هذا البوتنشوميتر، حسب عدد اللفات او كم اللفات اللي انا لفيتها بتغير مقدار الفولتج اللي طالع منه ضمن رينج معين وضمن كمان ريزوليوشن معين، يعني بيكون في مينيمم فاليو الاردوينو بتقدر تقراه لهذا التغير. فبالتالي انا في عندي نوعين من السيجنال بشكل اساسي، الديجيتال سيجنال اللي هي بيكون جوابها يا اون يا اوف، يعني يا 0 فولت يا 5 فولت، في عندي الانالوج سيجنال اللي هي رينج كامل ما بين ال 0 فولت وال 5 فولت للاردوينو، ممكن ديفايس ثاني تكون تشتغل على 9 فولت فبصير الرينج من 0 ل 9 فولت وهكذا. فهي مش شرط الانالوج سيجنال، مش شرط انها تكون ضمن رينج معين اللي هو من 0 ل 5، لا حسب الديفايس، بس كاردوينو احنا بنحكي من 0 ل 5 فولت. طبعا السنسرز بنقسمه بمختلف اقسامهم لاشي اسمه ديجيتال سنسر وفي اشي انالوج سنسر. في سنسر زي الاون زي السويتشز بنعتبرها ديجيتال سنسرز اون اوف سويتش. في سنسر زي الموشن سنسر يا اما في حركه يا اما ما في حركه، في عندي تو كيسز، فانا يا فهذا بعتبره اون اوف سنسر او ديجيتال سنسر. بس مثلا التمبريتشر سنسر بعطيني فولتج بتتغير حسب التمبريتشر، فكل مثلا ما زادت التمبريتشر بتتغير هاي الفولتج يا بتزيد يا بتقل ضمن رينج معين ما بين 0 ل 5 فولت، فهذا بنعتبره انالوج سنسر. الانالوج سنسر عاده بنشبكهم على من A0 ل A5، هدول هم البورتس الوحيدين القادرين على قراءه انالوج انبوت، عشان هيك اسمهم انالوج ان انالوج انبوت سيجنال. اما الديجيتال سنسرز فاحنا بامكاننا نشبكهم من 0 ل 13 وايضا بامكاننا نشبكهم من A0 ل A5، مش معناه انه ما بنقدر، ولكن ال A0 لل A5 عندهم خاصيه اضافيه اللي هم بامكانهم يقراوا الانالوج انبوت سيجنال. هلا لسه في عنا احنا كمان كيف نعمل انالوج اوتبوت، هو فعليا مش انالوج اوتبوت، احنا بنسميه بي دبليو ام. هلا البي دبليو ام او بولس ويث ميديوليشن هذا طريقه مشان احنا نطلع شيء شبيه بالانالوج سيجنال من الاردوينو، وراح نحكي عنه في درس خاص بالبي دبليو ام والدي سي موتور، ولكن ان جنرال هذا هو البورت اردوينو اونو اللي احنا راح نستخدمه خلال هذا الكورس. طبعا بإمكاننا أنه هذا نطلبه أونلاين أو ممكن يكون موجود متوفر بالسوق أردوينو أونو. أنا بنصح أنه كل واحد يكون حابب يتعلم أكثر يطبق بشكل عملي يكون عنده هذا البورد اللي هو أردوينو أونو، وهو سهل التعامل معه، بيحتاج لمجموعة من الأشياء الأساسية اللي إحنا بنحتاجها مشان نكمل هذا الكورس، يعني زي البريد بورد، الإلكترونيكس كومبوننت زي الريزيسترز ب ب ب مختلف قيمها، يعني خلينا نحكي 220 1K مثلا 10K، وبالإضافة لمجموعة من الليد لايتس ومجموعة من الوايرز. وراح نصير كل حصة بنحكي إيش هي الشغلات اللي إحنا راح نحتاجها خلال الدرس.